الشريعة ما بتبصش للمصطلحات strong independent woman، إنما تبص للمدلول اللي ورا المصطلح، المعنى اللي ورا المصطلح. فلو معنى strong يعني قوية، متحملة للمسؤولية، قادرة إن هي تكون أقوى من تحديات الحياة، بتعلم المهارات اللي تعرف بيها تتعافى من الخبطات والأزمات والابتلاءات، ياريت دي تؤجر الناس strong بالطريقة دي. لكن مش strong يعني قاسية، مش سترونج يعني عندها لا مبالاة، إنما سترونج الأولانية. إنديبندنت يعني مستقلة، وهناك فارق ما بين مستقلة ومستغنية. مستقلة يعني متعلمة كويس وبتشتغل، فقادرة إنها تصرف عن نفسها، فما تمدش إيدها للغريب. لو نفسها في حاجة ومحتاجاها تعرف إن هي تجيبها برزقها وبتعبها، لكن في نفس الوقت ما تستغناش لا عن أبوها وأمها، بالذات لو كانوا طيبين وهي في حضنهم وبيحتووها. تستغناش عن جوزها لو هي متجوزة، تستغناش عن قيمها وانتماءاتها الطبيعية للناس اللي حواليها اللي بيحبوها. فهي مستقلة يعني بتجيب رزقها بإيديها وعندها رأيها في كل حاجة، بس مش مستغنية يعني بياعة. فلو هي strong مسؤولة independent مستقلة بالمعاني دي، الشريعة تشجعها جدا جدا، لأن دي بنت بناءة ونافعة ومفيدة، ويريد بناتنا كلهم كده. لكن قوية ليها علاقة بالقسوة، ومستقلة يعني مستغنية مش فارقة معاها الناس، لا راجل ولا ست هيعيش سعيد بالطريقة دي. والله أعلم.